لما قطر تبص في الجراب بتاعها وتكتشف ان ادواتها اتقطعت، الجزيرة لم تعد مهمة ولم تعد مؤثرة، وان الدول اللي حجبت كل ما يتعلق بموقع الجزيرة وبمواقع تتعلق بتنظيم الإخوان وبدولة قطر زي الإمارات والمملكة العربية السعودية والبحرين، المسألة ده معناه ان قطر بأدواتها اللي اشتغلت بيها علشان تكسر فينا احنا في أرضنا احنا ما بقتش مؤثرة، فتم استدعاء الورقة القبيحة القوية. مين الورقة القبيحة القوية؟ اعتقد ان احنا من اكتر الناس اللي كنا بنقول مع حضراتكم في اسمين لازم يفضلوا طول الوقت موجودين، حمد بن جاسم وبندر بن سلطان. حمد بن جاسم اللي تم استدعائه في لحظة الفوضى وانقلاب الابن على ابيه، ويعني تاريخ العائلة الحاكمة في قطر، ثم استبعدته الشيخة موزة بنت مسند لما قررت ان هي لازم تعيد ترتيب بيت آل ثاني بمصالح آل المسند، فاستبعدت هذا الوجه اللي انتوا شايفينه، هذا الوجه اللي دخل الجامعة العربية وساهم في تخريبها، ويعني الاموال اللي قدمت لبعض الشخصيات حتى وان لم تظهر حتى الان، يعني لازم كلهم يتداروا لان الامور كلها واضحة جدا. هذا الوجه اللي شكل السلاح الأهم والأخطر لما قرر ياخد مكاتب البي بي سي العربية ويعمل منها قناة الجزيرة في نسختها الأولى ثم نسختها الثانية. هذا الوجه اللي قرر يتقاسم الصلاحيات برغم أنه شق وحدة أسرته الصغيرة لما أخته قطعت علاقته بيه وبأبنائه لأنهم تبنوا طيار الشيخة موزة وأبنائها، يعني الحكاية وحشة قوي. طيب حمد بن جاسم زعيم صناعة الفوضى الخلاقة بعد يعني إقراره أن الحل باستقواء هذا الفرع من أسرة آل ثاني لن يكون إلا بالتعاون مع إسرائيل وتقديم كل الصلاحيات لها وتقديم قطر باعتبارها الأرض المفتوحة لكل القوة الأمريكية. هذا الوجه اللي تم استبعاده بعد تدعيم تميم وموجود بره ولم تعد له أي يعني مسمى وظيفي، تخيلوا الشيخة موزة نفسها بترجع تستدعيه دلوقتي علشان يكون هو لسان حال هذا الفرع الحاكم من أسرة آل ثاني في قطر، فيخرج على القنوات الأمريكية علشان يبدأ يتكلم عن دولة قطر بطريقة تختلف عن اللي تعودنا عليه. خلوني أقول لحضراتكم إن المقابلة اللي جمعته مع تشارلي روز واللي كان بيتم طرح كل الأسئلة عليه وكان بيراوغ فيها، لكن قال فيها مفاجآت عديدة، ربما المفاجآت تتعلق بدور قطر وغيرها من الدول الخليجية في حرب سوريا، وكأن المشهد بيعيد مرة تانية ما قالته مصر منذ اللحظة الأولى حول هذا الملف تحديدا. طيب كمان عندما سئل عن دور قطر في علاقتها بجماعة الإخوان وتنظيم الإخوان الإرهابي، حاول يراوغ ويقدم إيران في مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية والتنظيم الدولي، لكن أنا أفضل أن أنتوا تسمعوه علشان ما حدش يتصور أن إحنا يعني بنحاول نقتطع أشياء. الحقيقة أن الحوار كله مطلوب أنه نعمل عنه تحليل، لكن النهاردة أنا هكتفي بالجزء ده. يقولون إنكم تدعمون الإخوان المسلمين، ومصر كانت جزءا من حركة قطع العلاقات مع قطر، كما أن الإخوان المسلمين لديهم صراع واضح مع النظام الحالي في مصر، كما أن الإخوان المسلمين لديهم تواجد في الأردن.
والبعض من البلدان العربية لديها علاقات عدائية مع الإخوان المسلمين، ويقولون أولاً أن قطر تدعم الإخوان المسلمين، ويقولون ثانياً أن قطر تدعم حماس، وثالثاً قطر تدعم إيران وتدعم بعض ممارساتها والتي تدينها بعض البلدان العربية. وكل هذا يعتبر بعض من البنود التي ذكروها لاتهامكم بعدم التعاون في تخفيف العلاقات مع إيران واتهامكم بدعم الإرهاب. من الذي يحاول عزل إيران عن الخليج ونحن لا نعاونه في ذلك؟ هم لم يقطعوا الروابط الدبلوماسية مع إيران، ولم يحدث أنهم طلبوا ذلك في مجلس التعاون الخليجي ونحن رفضنا. هم حتى لم يطرحوا في مجلس التعاون الخليجي غلق سفاراتنا في إيران أو غلق سفارات إيران في بلدان مجلس التعاون الخليجي. لم يفكر أحد من قبل في إغلاق السفارات، وإذا كانت هناك نية لذلك فليطرح أحد منهم هذا الأمر في مجلس التعاون الخليجي، ونحن سنكون جزءا من المجلس، ولكن هذا لن يحدث. وهنا حنلمح على طول أن قطر قررت أن هي تفتح الباب، ولكن بعد كل الضغوط اللي بتمارس عليها لن يكون فتح الباب عن طريق الشخصيات الرئيسية اللي عندها مسمى في إدارة الشأن إدارة الإمارة يعني، ولكن تم استدعاء الرجل القبيح القوي علشان يكون لسان حال، باعتبار إذا السعودية غضبت يبقى هو بيعبر عن نفسه ولا يتحدث باسم الإمارة، وده كلام مهم جدا. عندما يسأل عن الإخوان وعن التنظيم يتحدث عن إيران ويفتح الأمر على القيادات الخليجية. إذا كانت أزمتكم في علاقتنا بإيران، لا، أزمتنا مش في علاقتك بإيران، أزمتنا في إن أموال الشعب القطري يتم إهدارها على المنظمات الإرهابية. إنكم تلعبون الأمر ونقيضه، تدعمون إسرائيل بكل ما أوتيتم من قوة، وتتبنون بعض مواقف لحماس باعتبار أنكم تستطيعون أن تلعبوا اللعبة على الجانبين. وده الأمر اللي لازم القطريين يعني يواجهوه الآن. الحقيقة أنه الطريقة دي هل هي جزء من أدوات غرف الاستخبارات اللي بتحاول تلاقي مخرج لقطر أو تطول أمد الأزمة اعتمادا على الاستفادة القصوى من المال القطري؟ المسألة مفتوحة. اللي يتعلق بينا بعد نجاحكم المبهر في أن انتوا تقولوا لهذا التنظيم القبيح وكل اللي بيصرفوا عليه نحن تعلمنا الدرس جيدا، علشان تبقوا مصدقين المال القطري ما كانش بيلعب بس مع التنظيمات الإرهابية، كان بيلعب مع اليسار، مع اليسار، وكان موجود ضمن تكوينة أحزاب جديدة تم تشكيلها بعد 25 يناير. طيب لما هو مش قادر يلعب كويس من الداخل المصري بعد عملية الفرز الكبيرة زي ما ورينا لحضراتكم، ربما نموذج زي خالد البلشي والبداية، ربما بعض النماذج من هنا أو من هناك، نلاقي مقال مرمي في المصري اليوم، أشياء من هذا النوع،